نروح للاتحاد الأوروبي. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق إقامة كافة المباريات الأوروبية في إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. كما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن تقام أي مباريات للاتحاد في إسرائيل حتى إشعار آخر. عارفين أنا أكتر حاجة بتوجع قلبي كمان تردي الأوضاع اللي هي الشرق الأوسط، يعني اللي هو أي حاجة بتحصل بتاخد المنطقة كلها معاها، ودي بتبقى العناوين الرئيسية. خلينا نروح إلى باريس مع الناقد الرياضي محمد مندور. مساء الخير. مساء النور أستاذة شفكي، إزاي حضرتك؟ ورب حضرتك بخير وكل مشاهدينا بخير يا رب. بس هو الحقيقة الوجع اللي في القلوب كتير وكبير. كلمنا عن موقف الاتحاد الأوروبي، اتفضل. في البداية بس نعزي كل إخواتنا في فلسطين المحتلة، ونترحم على شهدائنا هناك، ونطبطب على عليهم وعلى كل الصامدين تحت قصف الصواريخ، ويا رب إن شاء الله يكون في فرج قريب لنا جميعا بإذن الله يا رب. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هو طبعا شايف إن الأوضاع هناك في الأراضي المحتلة صعبة، ومش هينفع إن يتلعب فيها مباريات، مش هيقدر، هيكون في قلق، هيكون في مشاكل. للاسف في ناديين بيلعبوا في البطولات الاوروبيه المختلفه، بينتموا لدوله الكيان. واحده فيهم مكابي حيفا، واحده مكابي تل ابيب. تصدق انا عاجبني ان احنا نقول دوله الكيان، لان الواحد زهق من كتر ما يقول اسمها، فهي يبقى لها اي رمز وخلاص. هي ملهاش اسم يا استاذه شفقي. والله الدوله اللي ملهاش اسم. صحيح، حتى لو اخترعوا لها اسم هتفضل في نظرنا. صحيح. ففي ناديين بينتموا ليها، والناديين دول بيلعبوا في البطولات الاوروبيه المختلفه، في اوروبا ليج، وفي البطوله الاخرى اللي هي الكونفرنس ليج. فمن وجهه نظر الاتحاد الاوروبي ان هتبقى فيها مشكله، وان هيبقى فيها وارد ان يحدث حاجه، وارد ان يحدث صواريخ، وارد ان يكون في تهديد امني معين. فبالتالي هو قرر تعليق اللعب هناك، وخير الانديه ان هي تختار ملاعب اخرى تقدر ان هي تخوض فيها هذه المباريات. وبالتالي من المفترض ان هم الناديين دول هيردوا على الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هيلعبوا مبارياتهم في دول اوروبيه مختلفه. اعتقد ممكن يكون في دول قريبه، ممكن يكون في هولندا، ممكن يكون، لان هولندا فيها جاليه كبيره، ممكن يكون في المانيا، لان المانيا مرحبه دائما بهذا الشيء. فاعتقد ان هيكون من وجهه نظري الشخصيه هيكون في واحده من الدولتين دول اذا قرروا اختيار ملاعب. طيب السؤال الثاني اللي انا عايزه اساله لك هو الكوره كمان، بما انها يعني لعبه شعبيه على مستوى العالم وليها جمهور كبير، ولكن الجمهور ايضا يلعب سياسه كثيرا. يعني شفنا كثير من المباريات، يعني ازاء ما كان يحدث من قبل، يعني تلاقي العلم الفلسطيني، تلاقي الجمهور يقول حاجة، احنا عندنا الجمهور هنا برضو بيعبر على طول. في لعيبة على مستوى العالم قالوا رأيهم. محمد صلاح عمل الحقيقة فيديو رائع لدعم قطاع غزة. فتتأثر الكرة هنا أو هناك إذن بما يحدث من سياسة. فأنت بتشوف التأثر ده عامل إزاي؟ يعني الفيديو بتاع محمد صلاح محقق أكتر من 200 مليون مشاهدة، وتعليقات من لاعبي العالم أيضا تضامنا مع ما قاله صلاح. لا، هو في البداية الموضوع مرتبط ارتباط كلي بالسياسة، بس ده الكلام ده لما بيعوز الاتحاد الأوروبي يكون فيها سياسة. احنا شفنا في بدايات الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، قبلها طبعا من أي حد قبل الحرب ربما بين روسيا وأوكرانيا، كان أي حد بيتكلم في السياسة أو أي حد بيجيب سيرة فلسطين أو أي حد بيتكلم في أي نقطة من النقط دي كان على طول بيتم إيقافه، بيتم تهديده، وبيتم الزج بيه في أي حاجة. صح. لكن النهاردة شفنا بعد الحالة في ما حدثت، شفنا تضامن واسع من السياسيين الرياضيين في ملاعب الكورة مع ضد الحرب طبعا، وضد ما فعلته روسيا في هذا الوقت. وطبعا تحول الأمر بشكل كلي إلى عقاب روسي كبير، واستبعادها من كأس العالم، واستبعادها من الأولمبيك جيمز، واستبعادها من كل شيء. حتى أن هم في أولمبياد باريس القادمة هم خيروا الرياضيين الروسيين إما الامتناع عن المشاركة أو أن هو الانضمام للبطولات ولعب الأولمبيات، ولكن بعلم محايد، هو علم
اللجنه الاولمبيه الدوليه. فبالتالي السياسه بيتم استخدامها لما يكونوا هم عايزينها، يكونوا هم عايزين الامر. يعني هم يعني ده طبعا مش هيحصل مع اسرائيل، لان اسرائيل عندها دعم اوروبي شديد جدا، واسرائيل يعني الكل شايف انها ضحيه ومظلومه، فطبيعي جدا انها تظل تلعب بالكره يعني. ده طبيعي، وحتى الاتحاد الاوروبي اصدر قرار بان كل الانديه الاوروبيه اعتقد دقيقه حداد على وفاه على ما حدث من اعتداءات من وجهه نظرهم عليهم، بيتم الترويج بشكل كبير جدا يا استاذ شفقي. يمكن عشان انا في اوروبا حتى كنت بتكلم مع اولادي في هذا الامر، واحنا بنتفرج على مجرد مباريات ومشاهد من اليوتيوب وحاجات عاديه، افلام او اغاني او هذا الشيء، ما بين كل اغنيه واغنيه وما بين كل فيلم وفيلم بنشوف يعني على طول اعلانات موجهه من الكيان لكل اوروبا ان احنا بنتظلم وان احنا بنتذبح وان احنا هي اله اعلاميه شغاله. اله اعلاميه شغاله طول الوقت. نعم شغاله في ملاعب الكوره، شغاله في السياسه، شغاله في صفحات اليوتيوب، شغاله في المواقع السوشيال ميديا، بيستخدموا كل مكان ان هم بيشتغلوا عليه بشكل قوي. فاعتقد ان الملاعب مش بعيده عن كل ذلك يعني. شفنا اعتقد، بس مش فاكره يعني، اللي انا شفته ده احد لاعبي العالم اعتقد من امريكا اللاتينيه نازلين الملاعب يرتدون الكوفيه او اللفحه الفلسطينيه. دول ده يعني في شيلي، في نادي اسمه فلسطين، النادي ده هو من الفلسطينيين اللي هاجروا من زمان. تمام. وللاسف هجروا من زمان وذهبوا لشيلي، هم عندهم نادي كبير هناك وبيشارك في البطولات الكبرى، ونادي له اسم وسبق مجموعه كبيره من هؤلاء اللاعبين اللي هم مثلوا منتخب فلسطين في المحافل الدوليه في بطولات اسيا. فهو نادي شهير جدا، ولكن التضامن الفلسطيني ليس موجود فقط في هذا النادي، ولكن لا ننسى نادي سيلتيك الاسكتلندي. نادي سيلتيك الاسكتلندي برغم ان هو موجود في معقل اوروبا، وبرغم ان هو مشارك دائم في دوري الابطال الاوروبي ونادي كبير وسبق له الفوز ببعض البطولات الاوروبيه، لكنه نادي داعم دائما هو وجماهيره للقضيه الفلسطينيه. ولابد ان احنا بنشوف دائما بنشوف الجماهير الاسكتلنديه وجماهير نادي سيلتيك بترفع دائما اعلام فلسطين، دائما ما بتندد بالاحتلال وبتندد بالمجازر اللي بيمارسها هذا الكيان الملعون. فاعتقد ان دائما في تواجد للقضيه الفلسطينيه حتى لو انتصر احيانا طيور الظلام، حتى لو هناك بعض الناس منعت الاصوات، لكن لن تستطيع ان تكتم كل الاصوات حتى منها الاوروبيه. اكيد. خليني اخذ اخر جمله، لن تستطيع ان تكتم كل الاصوات خاصه لو كانت الاصوات مع الحق. الناقد الرياضي محمد مندور، اشكرك شكرا جزيلا.